الدرس الثاني عشر، الدرس رقم 12، هنشوف ازاي نستخدم الانتي سيم ادون. الانتي سيم ادون هي بتحول التكتشرز اللي هي فيها سيمز الى سيملس تكتشر هكذا. اذا مع استخدام الانتي سيملس الانتي سيم ممكن ننشئ اي تكتشر تكون سيملس، او ممكن نستخدم اي تكتشر، مش شرط التكتشرز من او الخامات الموجوده في المواقع المشهوره. طبعا الانتي سيم هي وان كليك ادون، يعني ضغط زرار بتحول الى سيملس، والادون مجانيه طبعا زي ما احنا شايفين. طيب ازاي بنستخدم الادون؟ اول حاجه بنكتب هنا صفر ونحمل الادون بدون اي سعر، هي الادون مجانيه. بعد كده بنذهب الى البريفرنس ونسطب الادون كاي ادون انستول. تظهر طبعا هنا في النود اديتور على اليسار تكتشر تولز. طيب انا لو ضفت للبلين عندي خامه زي كده، خلينا نشوف التاثير. ده التاثير طبعا، لو زودت السكيل 3 فهجد ان في سيمز هكذا، الخطوط دي هي سيمز. فببساطة ده اللي الموضوع ده بيحله الانتي سيم ادون. بضغط على الانتي سيم فورا السيمز بتختفي. ممكن بنظبط بقى البوردر هنا، ممكن نخليه 1.1 او 1.2، فنجد ان فعلا السيمز اختفت نهائيا. فلو قلنا ان ده 2 فاصبح ما عنديش سيم. ده كده بدون استخدام الادون، وده كده باستخدام الادون. طيب طبعا لو عايز اعمل بيك للتكتشر بحيث ان انا اقدر استخدم التكتشر ديت واطلع منها بامب وباقي الخامات، فاول شيء بتاكد ان السكيل هنا واحد عشان اعمل اقدر اعمل بيك. ويفضل ان احول ده كده اميشن، اوصل الكالر بالكالر والاميشن بالاميشن، واضيف هنا ايمج تكتشر هسميها وليكن التكتشر ديت تكون 2K وليكن، واسميها بيك. بعد كده ده هيكون في الاميشن والبيك كلام سليم. والسامبلز ممكن تكون 15 وهنا 15. طيب واعمل بيك للبلين، اتاكد ان طبعا السكيل 1 كلام سليم، واعمل بيك. ليه انا بعمل بيك؟ لان عشان اقدر استخدم بعد كده الماب في اي خامة بدون استخدام الادن. ثانيا عشان اقدر اطلع منها في الفوتوشوب مثلا البامب ماب او النورمال ماب او الرفنس ماب وباقي الخامات، عشان اقدر اكون بروسيجر ماتيريال. طيب دلوقتي البيك بينتهي. لو ذهبنا بعد انتهاء البيكنج الى الايمج اديتور نشوف البيك، لسه البيك ما انتهاش. طيب بعد انتهاء البيك ده كده النتيجة عندنا. لو النتيجة مش أعلى جودة فبنقدر نزود الكواليتي، أو نزود الكواليتي عن طريق نزود أبعاد الصورة. طبعا بنسيف الصورة لأن البيكنج شرط نسيف الصورة. طول ما في ستار هنا فالصورة مش محفوظة، لو قفلنا بلندر وفتحناه فإذا الصورة تختفي أو هتضيع، فلازم نسيف الصورة. ومعنا بعد ما نسيف الصورة ممكن نخرج منها في الفوتوشوب او في برامج طبعا بنخرج منها رفنس ماب والوان ماب والنورمال ماب وهكذا. ده كده باختصار الانتي سيم ادون.